سعيد اليوم باستضافتكم اخواني الصحفيين الاعلاميين المتميزين. اليوم حنا هذا اول حدث اول ايفينمون اللي درتو اوريون ميديا، لان هذه هي السوسيتي اللي درتها انا اللي فيها اوريون ايديسيون، يعني لنشر الكتب لانتاج المعرفه لانتاج يعني كل ما هو ثقافي كل ما هو فكري في المغرب بمساعدات وكولابوراسيون يعني ديال مع الدكتوره ايمان القنديلي كاتبه طبيبه نفسانيه معروفه على الساحه الوطنيه والساحه الدوليه. وحنا في كازابلانكا كير سنتر وفي افوريزم مع لي زيديسيون اوريون درنا هاد الابواب مفتوحه يوم الجمعه ويوم السبت باش نتلاقاو مع الجمهور المغربي باش نحييو هاد الحس الثقافي اللي غاب علينا لمده اكثر من سنه بسبب هذه الجائحه ديال الكورونا اللي خلات يعني انه تلغاو مجموعه من المعارض، تلغاو مجموعه من اللقاءات الفكريه، اللقاءات الادبيه ولقاءات ولا مجموعه من لي كونفيرونس. يعني كانت واحد من الندوات مهمه اللي كنا كنقوموا بها وما بقاش تسنى لنا اننا نتلاقاو ويكون عندنا واحد الجمهور كبير عريض كيف كنا كنديروا. اليوم حنا هذه بادره خديناها باش نحاولوا إحياء الروح الفكرية والروح الثقافية في المغرب لملاقاة الجمهور اللي كيحب الأدب وكيحب الفنون وكيحب الثقافة في المغرب. وراكم كيف ما شفتوا كان الناس زعما كنا كندخلوا يعني افواج باحتراما يعني العدد ديال الناس اللي خاصهم يكونوا يدخلوا باش يكونوا لي ميزور دو سونتي لي ميزور سانيتير احترمناهم. ولكن الهدف من هذا اليوم وهذا اللقاء هو اننا كيف قلت لكم نحييو هذا الروح ديال حب المعرفه حب الثقافه. وكيف شفتوا الجمهور عريض مع هذا المعرض ديال الفن التشكيلي، هناك مجموعه من الفنانين التشكيليين اللي ساهموا معنا اليوم في احياء هذا اللقاء. هناك ناديه الشلاوي، هناك لبنى شواد، هناك لبنى بن شقرون، هناك خديجه الفحلين، وزهلي تيم، ليلى الصقلي، هاجر تازي، يعني ازيد العابدين، ايكار، مجموعه من الفنانين اللي ساهموا معنا. وكانوا اليوم حاضرين معنا مجموعه من الادباء اللي نشروا الكتب ديالهم في دار النشر اوريون اللي انا كنشرف عليها. كان معنا مصطفى جليس، كان معنا منير السرحاني، كان معنا معاذ متوكيل، كان معنا ادريس القرشي. غادي تكون معنا عاوتاني انتصار هديه اللي غادا تجينا من مدينه وجده باش تجي وتلاقى مع الجمهور ديالها هنا في الدار البيضاء. يعني هناك مجموعه من الاسماء اللي كانت حاضره اليوم في هذا المجال اللي احنا خلقناه باش يكون مجال وباش يكون فضاء للثقافه، فضاء للاعلام، فضاء لترويج الفكر، فضاء للقاء مع الاخر من اجل بناء مجتمع يحب الثقافه، مجتمع مسؤول. وانا كنقول دائما ان مجتمع اللي ما كيكونش كيبغي الثقافه راه مجتمع اللي يعني يتناسى فكرة مهمة في إنشاء الفرد اللي كيكون فرد مسؤول داخل المجتمع هو إغناء العقل وإغناء الفكر. راه ماشي حنا جينا للعالم باش ناكلو ونشربو، راه جينا باش نحبو الفن، باش نحبو الجمال، باش نحبو الفنون، باش نحبو الفنانة. وهذا هو اللي كيخلينا كنستحملو هذا العالم الغريب اللي تنعيشو فيه، وخصوصا مع جائحة الكورونا اللي ما خلاتش مجال كبير للقاءات، مجال كبير لتبادل المعرفة وتبادل الأفكار. وهذه بادرة درناها باش حنا نقاوموا كورونا وباش نقولوا للمجتمع بالخصوص المجتمع المغربي الذواق اللي كيحب الفن وكيحب الفنون باللي هذه طريقتنا للكفاح، هذه طريقتنا في محاربة الداء، هذه طريقتنا في محاربة كل ما هو مبتذل، لا ميديوكريتي، كل ما كينقص من قيمة الإنسان حنا كنحاربوا وكنحاربوا بالفن وبالثقافه. فاش كيتعاون الفن التشكيلي مع الفن الادبي، واش كتكون شي نتيجه كبيره؟ لان هذا تلاقح الافكار وتلاقح يعني التعبير. كيكون واحد النقد بين كيكون هذاك التداخل، هناك تداخل، هناك توافق، هناك تلاحم ما بين طريقتين من التعبير، لان الفنون التشكيليه هي لغه والادب والاداب كامله، يعني بما فيها الشعر، ما فيها الفلسفه، ما فيها القصه، ما فيها الروايه، فيها القصه الصغيره، ما فيها المسرح، هذا تعبير، هذا حتى هي لغه. وهذه اللغتان كتلاقى ملي كيتلاقى الاديب مع الفنان التشكيلي. وانا اشتغلت كثير كشاعر كاديب، اشتغلت مع فنانين تشكيليين اللي كيصموا لي مثلا الاغلفه ديال الاعمال ديالي
يا أعمال أدبية وأعمال شعرية. أنتم كيف كتشوفوا اشتغلت مع فنانة كبار، عمر بورقبا، حسين الميموني، نادية الشناوي، اشتغلت مع مجموعة من الفنانين، بوشتال الحياني. يعني هذه أنا من الناس اللي كيأمنوا باللي جميع الفنون، جميع الأمور اللي كتغذي الفكر الإنساني لازم أنها تطلق. راه ما يمكنش مثلاً يكون انسان كيشتغل في السينما وما يكونش عنده إلمام بالادب، ما يكونش عنده إلمام بالفنون، ما يكونش عنده إلمام بالفوتوغرافيا، ما يكونش عنده إلمام بالرقص، ما يكونش عنده إلمام بالموسيقى. انا مع هذا الفن الشامل، لان الانسان المثقف اليوم هو اللي خاصو يكون عنده هذا البعد في وجهة النظر والبعد في البحث عن المعرفة. وجميع المعرفة وجميع الفنون كتصب في يعني في مصب واحد، هو إغناء الروح وإغناء الفكر. استاذ نجيب، تكلمنا عن الاعمال التلفزيونيه. كانت مفاجاه للجمهور المغربي انني لعبت في باب البحر مع مجموعه من الاصدقاء اللي اخوان وكنحترمهم، بالخصوص ساميه قريو اللي كتبت السيناريو مع احد الاخوان، وكان سيناريو جميل جدا وعميق. وكانت هذه يعني فرصه انني ندخل في مجال التمثيل، وكنظن ان الدور كان موفق لانه كان دور ديال الشرير صعب شويه، ولكن بمساعده الاخوان اللي اشتغلوا معي ومساعده المخرج اللي كنوجه له التحيه اللي هو شوقي العوفير، اللي كان وضع فيا واحد الثقه كبيره وخلى لي واحد الحريه في التعبير وحريه في التمثيل. وكيف شفتوا انا مثلت كيف انا، ولكن بواحد العمق اللي كان، لانني كنحب السينما وكنحب كل ما هو متعلق بالصورة وبالتمثيل. وهذه غير بداية، هناك أعمال أخرى قادمة إن شاء الله. هناك واحد جوج ديال المسلسلات التلفزيونية، هناك واحد لاسيري مع نتفليكس هذه عندها علاقة بالغرب، غادي نلعب في واحد السلسلة أمريكية، غادي نلعب دور ديال واحد الجورناليست اللي غادي يختطفوه لا سي او وغادي يعذبوه باش يبوح لهم واحد الأسرار، ولكن أنا ما غادي نبوح لا بأسرار والو، غادي يعذبوني وفي الآخر غادي يقتلوني ويلوحوني ويقولوا بلي راه واحد السيد مسكين متدين هو اللي قتلني باش يلصقوا له التهمة. هذا واحد الدور. كاين واحد الدور أخر اللي غادي نلعبوه تاهو في واحد السلسلة مع نتفليكس، كيتكلم على المغرب وكيتكلم على ظاهرة يعني التجارة في المخدرات ما بين المغرب وأوروبا، وهذا يعني من الواقع اللي كيعيشوا العالم اليوم يعني في الساحة الدولية. كنشوفوا هناك مجموعة من السلسلات العالمية اللي كتكلم على ظاهرة المخدرات وتفشي المخدرات في العالم، وهذه فرصة أن نبينوا للجمهور بأن هناك أعمال هادفة، هناك أعمال في العمق. وهذه السلسلة فيها تقريبا 15 ناسيوناليتي اللي لاعبين فيها، هذا هو الجميل. فيها أفارقة، فيها ناس من العالم العربي، فيها ناس من المشرق، فيها ناس من أوروبا، من أمريكا، من أمريكا اللاتينية، فيها ناس من كوريا، وهذا هو الجميل اللي كاين في هذه السلسلة. داكشي علاش عجبتني. وعندي واحد المشروع هو أنني غادي نقوم بتصوير ثلاثة ديال الأشرطة قصيرة كمخرج قريبا إن شاء الله، ومن بعد باش ناخذ لاكارت بروفيسيونيل، ومن بعد عندي مشروع أنني ندير لادابتاسيون ديال أول رواية ليا اللي هي أراضي الله. ولا هذوما غتكون استمرارية سي نجيب؟ لا، كاينة الاستمرارية بالتأكيد، هذه غير هذه النقطة الأولى، كاينة الاستمرارية. وأنا كتعرفوني كتعرفوا الإخوان، أنا واحد الإنسان ملي كنشد شي مشوار كنمشي فيه يعني إلى أبعد ما يمكن، وهذه غير البداية إن شاء الله. هناك أعمال كثيرة، ونتمنى أنني نكون عند حسن ظن المتتبعين والجمهور المغربي اللي عنده ذوق كبيرة. لازم الاحترام للجمهور المغربي، لأن المغاربة عندهم ذوق، المغاربة يحبون الفكر، يحبون الفن الجميل، يحبون الإبداعات المتميزة اللي كتكون كتضرب في عمق الواقع المغربي. وهذه هي الرسالة اللي يمكن يوجهها اليوم إنسان أديب أو كاتب أو فيلسوف أو مفكر في المغرب، هو أنه يحارب كل ما هو مبتذل. هذه الميديوكريتي اللي ولات متفشية في المغرب اليوم، كنشوفوا أعمال دونية، أعمال ما عندهاش مستوى، ولكن احنا خاصنا ننتقيو المسائل اللي كتكون مسؤولة والمسائل اللي كتكون كتضرب في العمق واللي كتكون هادفة لخدمة المجتمع المغربي وخدمة الثقافة المغربية. شكرا على المشاهدة. إذا أعجبك الفيديو اضغط على زر الإعجاب، لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس، وتابعنا على مواقع التواصل الاجتماعي. مرحبا بك.